تتأهب الأسواق العالمية لموجة بيع قصيرة الأجل مع ترقب افتتاح نشاط تداولها الأسبوعي يوم غد، على وقع تداعيات الأعمال الإرهابية الدامية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس. يذكر أن أنباء الهجمات جاءت بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة الماضي مع هبوط التعاملات الآجلة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لـ1% وسط أحجام تداول ضعيفة.